كل سنة طيبين بمناسبة شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر المبارك. وأعتقد يعني الفترة اللي فاتت أنتوا خدتم راحتكم يعني أوي، وإحنا نزلنا على بيتكم وقلنا ننهي شهر رمضان إجازة بناء على رغبتكم أنتم. وطبعا أنا شايف إن أنتوا راجعين كلكم نشاط وحيوية وعندكم شغف لان احنا نكمل ان شاء الله، وعلشان اللي احنا التزمنا به قبل العيد، واحنا حريصين على ان المحاضرين يبقوا اساتذه. طبعا احنا قطعنا شوط كبير الحمد لله في المعهد، وقلنا ان شاء الله في اول سنه هيبقى الامتحانات، ولكن حرصا منا بقى على ان احنا نتوج العمل والاداء والمنهج والفكر ورساله المحاماه وعلم المحاماه. فلازم نستفيد بالعلماء بتوعنا، بالفقهاء بتوعنا، لأن معهد المحاماة هو أخطر من كلية الحقوق، لأن معهد المحاماة هنسمع من الأستاذ الدكتور دلوقتي، معهد المحاماة هو حتى في فرنسا هو له باع كبير فيه، والمدة والدراسة فيه والكلام ده كله. معهد المحاماة بيخرج محامي، بيطلع محامي بعد الدراسة في المعهد محامي صاحب رسالة، فاهم يعني ايه شخصية المحامي، وفاهم ايه الشروط الواجب توفرها في المحامي، واتكلمنا فيها كتير. ولكن مش هنطول النهاردة، لكن الوقت لازم نستغل الوقت، لازم نستغل الوقت. احنا هنسمع النهاردة علم، وهنسمع علم في القانون، وهنسمع علم في الواقع، وهنسمع علم في ممارسة مهنة المحاماة، وهنسمع علم في التعامل مع كل السلطات القضائية اللي موجودة، ازاي نتعامل معاهم بطريقة طبعا هنسمعها، ازاي نتعامل معاهم، انت دورك ايه كمحامي. وارجو تركزوا قوي في اللي هيتقال، لان اللي هيتقال مهم جدا، احنا بقالنا مدة عايزينه، ونظرا لوقت سعادته حدد النهارده، وقلنا احنا هنيجي النهارده يوم الاربع، فاحنا بنلتقي اليوم بالعالم الجليل، باستاذ القانون وزير التربيه والتعليم اسبق، رئيس البرلمان الدولي، رئيس مجلس الشعب المصري، مشرع القوانين اللي الدولة بتشتغل بيها دلوقتي. يعني القوانين اللي احنا بنشتغل بيها والدولة بتشتغل بيها، قانون الإجراءات، قانون العقوبات، قانون العمل، كل القوانين. هو كان رئيس مجلس الشعب وهو اللي شرع القوانين. فطبعا مهما احنا هنقول احنا عايزين نسمع، و يبقى شرف لمصر ان يكون دكتور احمد فتحي سرور ابن مصر رئيس مجلس الشعب المصري مدير التربيه والتعليم، رئيس مجلس رئيس البرلمان الاوروبي، رئيس البرلمان الاوروبي. دي طبعا مش اي حد بيوصل لها، لان انتوا عارفين معنى البرلمان الاوروبي يعني ايه. ف هنا بقى بنتكلم في العالم، في الفقيه الدستوري،
الفقيه القانوني، الفقيه اللي شرع كل القوانين اللي موجودة في مصر. فهنسمع وننصت وما نضيعش دقيقة، لا احنا كلنا هنسمع مع بعض وهنسمع اللي احنا ما قلناهوش، واللي ما يتقالش الا من غيره، لان ده مرب الاجيال. كل من تقلد مناصب القضاء في المحاكم العليا دلوقتي تلامذته، احنا كنا تلامذته، محامين الكبار كلهم تلامذته، يعني علم وشرع ودرس وهو المحامي. يعني بقول عالم، الفقيه، الوزير، رئيس البرلمان الأوروبي، المحامي. شفت بقى المحامي ده، المحامي ده شخصية المحامي وده عظمة المحامي. وهنسمع الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سنون. أمين عام النقابة العامة ومقرر المعهد، سيد الأستاذ إسماعيل طه مقرر عام المعهد، أستاذ كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة، الأستاذ ناجي سعفان عضو نقابة الفرعية بالجيزة، عضو النقابة العامة عن النقابة الفرعية بالجيزة، السادة المحامون، يسعدني ويشرفني أن أكون في هذا المعهد متحدثاً إليكم. عندما تلقيت الدعوة لإلقاء محاضرة لم أتردد في القبول من حيث المبدأ، وهذه ثاني محاضرة يسعدني أن ألتقي فيها معكم، وسنتحدث معكم في ثلاثة موضوعات. أولاً حول الحق في الاستعانة بمحامي، وهذا هو الحق الذي أنتم تنفذونه باعتباركم محامين. النقطة الثانية هو ما تملكونه كمحامين من حقوق في إعطاء الدفوع، فما هي الدفوع التي يمكنكم إبداؤها أمام المحكمة؟ النقطة الثالثة بعض مشكلات عملية دقيقة، وأعني بها ثلاث مشكلات: التفتيش الإداري، وتمييز عن التفتيش القضائي، 2 الاستيقاف، 3 التفتيش في جسم الإنسان نفسه. تيجي واحد يمشي في الشارع يقول له تعال اعمل غسيل معدة غصب عنه، هل ده جائز ولا غير جائز؟ بس دي التلات، يبقى هنتكلم في ثلاث موضوعات في قسمين: القسم الأول المحاماة، حق بالاستعانة بمحام، القسم الثاني مشكلات عملية أتحدث فيها عن الدفوع، وثانيها عن بعض المشكلات في التطبيق. أما عن القسم الأول، فالحق في الاستعانة بمحام هو من الحقوق الدستورية، وبالتالي أنتم تمارسون رسالة نص عليها الدستور، فهي مهنة ليست مهنة جانبية، وإنما مهنة في واجباتكم تؤدون هذه الرسالة. أما الدستور فنص على رسالة الدفاع التي أنتم مكلفون بها، فالمحاماة من جانب مهنة ومن جانب آخر تمارس جانب الدفاع الذي هو ضروري لتحقيق الشرعية الإجرائية، فالإجراء يكون باطلاً إذا لم يتوافر فيه الدفاع.
إذا لم يمكن المتهم من استعانة بمحام أو كان الدفاع ناقصا شكليا. هنا أتحدث عن الحق في الاستعانة بمحام، وهذا الحق ينشأ لكل متهم على بدون تفرقة، أي حتى في مرحلة الاستدلالات وهو يكون مشتبها فيه قبل أن يوجه إليه اتهام من سلطة التحقيق له الحق في الاستعانة بمحامي. وبالتالي هذا الحق جميع إجراءات سواء السابقة على الدعوة وهي الاستدلالات أو منذ بدء الدعوة والتحقيق هذا الحق موجود. الحق في الاستعانة بمحام، المحامي هو الذي ينشئ شخصيته، وقوام أي شخصية أي إنسان هو أن يكون محترماً، والاحترام ليس معناه أن تطلب من الغير أن يحترمك، وإنما أن تفرض احترامه لك. وفرض احترامك له، فرض احترامك عليه يكون بقدر سلوكك وتصرفاتك. ومن هنا أتحدث عن علاقة المحامي بالقضاء وعلاقته بأجهزة القضاء، ثم علاقته بموكليه بمساعد القضاء. أما علاقته بالقضاء فوفق لما نص عليه الدستور فإن المحاماة شريكة مع القضاء في تحقيق العدالة، هي ليست معاونة مثل الخبراء والمحضرين، وإنما شريكة يعني كتفا بكتف، ولا عدالة بغير قضاء ومحاماة. وبالتالي فأنت عندما تنظر لنفسك كأنك شريك في تحقيق العدالة أمر مهم، أنت مش جاي معاون، أنت بيسموك القضاء الواقف وهو القضاء الجالس، شريك. لهذا علاقتك بالموكل في علاقة هامة جدا. من الناحية القانونية هناك استقلال مهني، هو يقول لك اعمل كذا بتستمع إليه، من ناحية القانونية أنت صاحب حق. أذكر في إحدى القضايا كان المتهم فيها رجلا كبيرا ورجل قانون، قال لي نعمل كذا، قلت له اعمله أنت، شوف لك محامي غيري، أنا مش موافق. فاضطر يوافق، وأنا ومبدأ استقلال المحامي في النواحي القانونية هو ده مبدأ هام جدا بتستمع إليه. لو قدرت تتحقق اللي هو عايزه بأسلوب قانوني سليم، إنما يفرض عليك حل قانوني معين أنت المسؤول في اتباعه أو عدم اتباعه. وهنا في مسألة الاستقلال أنصح ولك أن ترفض النصيحة، أنه إذا ما طلب منك سلوكا معينا واستطعت أنت أن تطلب منه أن يوقع على هذا الطلب لأنه يكون مسؤولا في هذا السلوك، ولهذا المحامين في أمريكا ساعات يقول المتهم تصور نفسك المحامي، اكتب لي مذكرة بخط إيدك ايه رأيك انت ايه، وياخد ويعتبر هذا الكلام إبداء وجهة نظره وهو يبني عليها الحل القانوني، إنما من ناحية الوقائع ووجهة نظر الخصم هو اللي كتبه بخط إيده. واحد عاوز يشتم واحد، ما تشتموش أنت في صحيفة الدعوة ولا في المذكرة، خليه هو اللي يشتمه، لا تقع أنت في أي خطأ، خلي صاحب الشأن هو اللي يتحمل خطأه. ولهذا لأن أنت لو شتمت واحد في صحيفة الدعوة والمذكرة هيرجع عليك،
ما لم يكن هذا لازما لاداء واجبك. وهو بقى اللي يكتبها ويمضي المذكره والحاجات دي. ولهذا لا يجب استقلال كامل، تسمع رغباته ولكن لا تنفذ الا ما هو مطابق للقانون وبالوسيله المطابقه للقانون. واذا ابى فلتكن حرا في ان تتركه. ولهذا انت مسؤول كل المسؤوليه عن الوسائل القانونيه التي تلجا اليها. في محامي عشان ياخد القضيه يقول له هجيب لك براءه، غلط، انا هعمل على انك تاخد براءه، انما هجيب لك براءه هيمسك في خناقك، لما ما خدش حكم براءه. ولهذا المحامي لما بيعد بنتيجه معينه خطا، هذه النتيجه هي حكم القضاء، انما المحامي عليه التزام بعنايه وببذل هذه العنايه وليس التزاما بنتيجه، لان النتيجه بيد حكم المحكمه. ولهذا يجي المحامي عشان التاني يقبل يتعاقد معاه يقول له انا هجيب لك براءه، لا الكلام ده غلط، التاني عاوز يسمعها ما سمعهالوش، بس التزام ببذل عنايه. ومن ناحيه تحديد الاتعاب، النقابه حددت القواعد، ولكن في الممارسه العمليه انت ممكن تاخد قضيه بلاش وتاخد نفس مستوى القضيه بفلوس باهظه ومستوى القضيه بفلوس اقل، بيتوقف على المجهود وعلى ملاءه الموكل. ولهذا ممكن قضيه الموكل مش قادر يدفع حاجه غير بسيطه وتقبلها، ودي يبقى ذكاء وصدقه منك انك قبلتها. ما انت مش بقال ليك تسعيره واحده، تسعيره بتختلف باختلاف شخصيتك وشخصيه الموكل والى كثير من الامور. انما ساعات بيحصل ان تيجي انت تتهاون بالنسبه لقضيه معينه، ايه هو يحكي الحكايه فيهبط مستواك في السوق. ده كلام تاخدوا بالكم منه عشان في الحذر في التعامل مع الناس. بالنسبه في العلاقه بالقضاء، هي علاقه احترام متبادل، وبعض المحامين وهم قلة يشيعوا اتصالات برجال القضاء، وعشان حتى يأخذ القضية يشيع باتصالات. كل ده غلط، وغلط ينكبه هو طريقا صعبا، لأنه بتسوء سمعته عند القضاء ويخافون من التعامل معه حتى لا يساء سمعة القضاة أنفسهم. وبالتالي المحامي يجب أن يكون دغري، يكون مستقيما حسن السمعة، لا يستغل أي علاقة صداقة أو تعاون أو أي كفاءة بالقضاء على أنها علاقة شخصية سيكون لها دخل في القضية. كل هذا نتائجه وخيمة. وللأسف أنا بأسمع عن تدخلات بهذا المعنى، وأعرف إن نتائجها بتبقى وخيمة، لأن القضاء يتبرؤون من ذلك ويدافعون عن أنفسهم وعن سمعتهم بالحكم بما لا يتفق مع قد يشاع عن ذلك. ولهذا فإن العلاقة بين المحامي وبين الدفاع يجب أن تكون احتراماً متبادلاً. وأنا أذكر عندما كنت بدأت حياتي وكيلاً للنيابة، إن مرة دخل لي محامي مع المتهم في قضية تلبس، بصيت ومحبوس،
كان المتهم ما دخلش ده بعد كده اتخذت الدرس ده. المحامي دخل لي وقريت القضيه لقيتها حرام يحبسوا الراجل، قلت يفرج عن المتهم من سرايا النيابه ولا شفت المتهم ويعرض علينا. بعد كده حصل رايح اغسل ايدي لقيت المحامي بيكلم المتهم بيقول انا اصلا اعرف وكيل النيابه خليته يفرج عنك من غير ما يسالك. ندهت المتهم كنت هحبسه وفي حضور المحامي ما تعملش كده تاني. وبعد كده خدت الدرس عمري ما اصدر قرار الا بحضور المتهم نفسه مع المحامي. ده مسلك من المحامي غير صحيح، وانت في اول حياتك ما تعملهاش. تأكد انك هتخسر اكتر ما هتكسب، هتخسر في اللونج ران لان سمعتك هتبقى هيبعدوا عنك، وبالتالي يجب لما تدخل على قاضي او محامي يبقى حتى لو تختلي بيه ما يخافش منك ولا ما يشاع عنك، لانه هيعرف انك انت ما بتسئلوش والسمعه بتاعتك حسنه. وبالتالي هذا الاحترام المتبادل هو الذي يرصع المهنه ويجعل المحامين دائما ليسوا اقل من القضاء لما لم يكن افضل، لان القاضي بعد ان ينتهي به الامر يشتغل محاميا. وكان رئيس محكمه اول رئيس محكمه عبد الله شفامي محاميا، بل وصل الى نقيب المحاماه نقيب المحامين لانه بعد ما كان رئيس محكمه النقض. فبالتالي يعلم القاضي انه نهايه المطاف انه وحلمه انه يشتغل محامي. واذكر بعض القضاه كانوا يقولوا احنا ندمانين ما اشتغلناش محامين من الاول، ونستغل علمنا وحركتنا دي كلها في المحاماه. في هذا عن علاقة المحامي بالقضاء. أما عن الممارسة وهو القسم الثاني الذي أود أن أتحدث فيه عن الدفوع. المحامي إيش شغلته غير الدفوع؟ الطلبات دي كلها تتحول إلى دفوع. الدفوع كما تعلمون إما دفوع موضوعية وإما دفوع إجرائية. الموضوعية بتتجه إلى ثبوت التهم، الوقائع، تتكلم عن الوقائع. الدفوع الموضوعية كلها متعلقة بالواقعة والأدلة، و دي كلها دفوع موضوعية. والدفوع الإجرائية إما أنها تتصل برفع الدعوة أو باتصال المحكمة بالدعوة أو بالدعوة نفسها حية ولا غير حية ولا منقضية ولا ما تمتش، والتحقيق والمحاكمة إلى غير ذلك. وبالتالي الدفوع بتختارها وتحددها، هل انت دفعك موضوعي ولا اجرائي. واذا وهذا ورغم التمييز بين الدفوع من ناحيه الموضوع ومن ناحيه الاجراءات، منها ما هو جوهري ومنها ما هو غير جوهري. الجوهري واللي تقدر تبطل به الحكم ليس الدفوع الذي تحاول تشكيك المحكمة في التهمة، وإنما الدفوع الذي تريد فيها الوصول إلى حل قانوني مؤكد. زي مثلا الدفع بجنون المتهم غضبا عن المحكمة أنها تجيبك أو لما ترفضه تعلل هذا الرفض، الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، الدفع بأي سبب قانوني
ما حصلتش شكوى، ما حصلتش إذن، ما حصلتش طلب، يؤدي إلى تغيير مصير الدعوة. أما الدفوع المتعلقة بتشكيك المحكمة ولا تسأل، قد تكون غير جوهرية وأنها تثير الشك فقط في اقتناع المحكمة، يغلفها ويضع لها غلافا جوهريا مثل الدفع. لو قلت تعذر الرؤية لأن الدنيا ضباب أو الدنيا ليل وما فيش مصابيح موجودة، لو قلت فقط الدفع بتعذر الرؤية لأنها ظلام، يمكن للمحكمة ألا ترد عليك. وإنما لو طلبت طلبا جازما إن أو جبت، أنا مرة عملتها دي، جبت شهادة من الأرصاد الجوية وكلامي مشي، أو تعمل معاينة أو تثبت إن مفيش مصباح، تشفع كلامك بتعذر رؤية بطلبات معينة جازمة، لو المحكمة ملزمة بالرد عليك وإلا كان الحكم باطلاً، تقدر تبطله أمام محكمة النقض. وهنا كم يخسر محامون من القضايا في الدفوع من حاجة واحدة، الدفع الجوهري يجب أن يتمسك به في نهاية المرافعة، وإذا تعدد المحامون، محكمة النقض هي اللي بتقول كده مش أنا اللي بقول، وجاء المحامي الثاني وما قدش ما تمسكش بنفس الدفاع الجوهري، بيقول لك الدفاع وحدة متكاملة، يبقى تنازل. ولهذا يجب المحامي اللي تمسك بالدفاع الجوهري إما يوصي زميله اللي هترفع بعديه أو هو يكمل كلامه. ولهذا المحامي بنضطر الآن في القضايا اللي فيها دفوع أن نكتب مذكرات زي المدني بالضبط، حتى نكمل أي نقص في محضر الجلسة أو أي نقص يتفاداه أو الدفاع في هذا الشأن. ويهتم المحامي بأن يضبط في محضر الجلسة تقديم المذكرة، وإنما في المذكرة يجب أن لو له دفوع جوهرية أن يشفعها في الطلبات الختامية، لو قالها راغي في النص وفي الطلبات الختامية لم يتمسك بها، ويقول لك محكمة النقض يعتبر متنازلا عنها. لهذا يجب الحرص على أن تكون نهاية المرافعة هي التمسك بهذه الدفوع الجوهرية، وإذا تعدد المحامون يجب المحامي الأخير يتمسك بها. ولكي تتفادى ذلك قدم مذكرة تكتب فيها هذه الدفوع في الآخر، وتعنى بتقديم بأن المذكرة قدمت وسجل ذلك في محضر الجلسة. هذه أخطاء لا دخل للمحامين فيها، وإنما تعتبر ثغرات إجرائية تمكن المحكمة من رفض هذه الدفوع الجوهرية التي يترتب على قبولها تغيير رأي في الدعوة. ولهذا حرصا منك على هذا يجب أن تكون دفوع الطلبات جازمة، زي ما بتقول محكمة النقض تقرع سمع المحكمة، مش تقولها كده يعني كأنك ماسك جرز وبجاي على ودنها كده بتجلجل بالجرز. ثانيا تقولها قبل قفل باب المرافعة، مش بعدها تقدم مذكرة بعد ما تقفل. لا لا، هذه من ناحية الدفوع موضوعية وإجرائية ودفوع جوهرية وغير جوهرية. نيجي نقطة بعد كده خاصة بثلاث مشكلات أنا بقعد بيجي لنا قضايا وبقعد في جلسات أشوفها،
ودي حتة دقيقة جدا، دقيقة للغاية، التمييز بين التفتيش الإداري والتفتيش القضائي. واحد جاي من سفر في الخارج، مأمور الجمرك بيفتشه، بيفتش الأمتعة، وجد سلاح أو مخدرات. بتيجي ساعات مأمور الجمرك جاي له إخبارية، أنا هديك الفروض اللي بتيجي، إخبارية إن فلان جاي معاه هيروين مثلا. الضابط ساعات يفتشه، أو ساعات يقول لمدير عام الجمارك أو مأمور الجمرك. هنا لو الضابط فتشه التفتيش باطل، لأنه لا يجوز للضابط أن يفتش إلا بناء على إذن من النيابة العامة. فإذا لو جات له معلومات يبقى تفتيش قضائي باطل. افرض الضابط أمر مأمور الجمارك بأن يفتشه، لو سجل ذلك مأمور الجمارك في محضره إنه فلان الفلاني قال لي جات لنا تحريات بكذا فتش الأمتعة، يبقى التفتيش باطل، لأنه يكون قد امتثل لأمر مأمور الضبط القضائي. إمتى يكون تفتيش الجمارك صحيحا؟ عندما يشتبه بنفسه في أمر الرجل، وكانت المسألة محل تردد إلى أن قضي في الخمسينات بدائرة على، كان رئيس الدائرة المرحوم المستشار وجدي عبد الصمد، وأرسى المبدأ أنه يجوز له أن يفتش من تلقاء نفسه للشبهة، وهذا التفتيش سمي تفتيشا إداريا لأنه ليس هو التفتيش القضائي الذي يتم بناء على إذن النيابة العامة، وإنما طب وإنت بتبيحه ليه وما فيهوش نص في الدستور ولا في القانون؟ فقال لك إن ده سبب الأساس القانوني، ومأمور الجمرك من ناحية الجمارك مفروض إنه يشوف السلعة التي يفرض عليها رسوم جمركية والسلع الممنوع دخولها، شغلته كده، وهو يزاول العمل إذا اشتبه في إن شخص معين معاه سلعة ممنوعة دخولها، فهو إذ يضبطها ينفذ قانون الجمارك، وإذ يجد بالصدفة معه مخدرات وهي بضاعة ممنوعة سلعة ممنوعة، يبقى أثناء ممارسة عمل الجمركي. ولا يشترط أن يكون رجل الجمارك من رجال الضبط القضائي، رغم أن كافة مأمور الجمارك يتمتعون بصفة الضبط القضائي، إنما افرض رجل من رجال الجمارك ما عندوش صفة ضبط قضائي، ما هوش مأمور جمرك، وهو الذي قام بالتفتيش في سبيل أداء عمله الجمركي، التفتيش الإداري، بحثاً عن السلعة التي يفرض عليها رسم جمركي، فوجد معه سلع ممنوعة أو مهربة، هذا تفتيش صحيح، بشرط إن هو بنفسه يتولد عنه حالة الاشتباه. تعرف لو كتب في المحضر، وده أحكام نقض، أنا بقولش الكلام ده من عندي، لأنه إن أنا فلان الضابط قال لي هذا الكلام وأمرني أفتش، يبقى التفتيش باطل. كونه المحكمة النقض لك يتولد لدي حالة الاشتباه ويفتش بنفسه، ما يكلفش حد تاني، هذا الند يكون بين مأمور الضبط القضائي بينهم من بعض، إنما رجل الجمارك الذي يتولد لدي حالة الاشتباه عليه بنفسه أن يجد ما هو محل
للضبط سلعة ممنوعة، سلعة مهربة، لتقدير الجمرك عليها يجب يجدها إلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي كم من قضايا، دي قضايا منتشرة في التطبيق العملي يكون فيها التفتيش باطلاً، تولد حالة الاشتباه. الارتباك لوحده مش حالة اشتباه، لكن يجب تجد كلمة اشتباه، اشتبهنا فيه. لما يجي شخص خارج رايح يركب الطيارة ومعاه قنبلة أو معاه سلاح، بيتفتش تفتيش إداري، لأن ده تفتيش أمني. هنا هذا تفتيش صحيح حتى من غير إذن من النيابة، لأنه ليه ما هوش تفتيش قضائي؟ لأننا لا نبحث فيه عن أدلة جريمة، وإنما إحنا بنعمل وسائل أمنية للتحقق أن الطائرة أو وسيلة النقل ليس فيها ما يعارضها الخطر. وبالتالي كل أنواع التفتيش التي تلقى والتي يقام بها يتم ليس لضبط أدلة جريمة تعتبر صحيحة إدارياً، لأن المقصود بها أسباب أمنية أو أسباب جمركية. إنما الضابط قال إخبارية فلان معاه كذا، أي تفتيش من غير إذن نيابة يبقى باطل، لأنه تفتيش قضائي في هذه الحالة ولو اللي نفذه مأمور جمرك. هذه النقاط دقيقة جدا، ومحكمة النقض لها أحكام في هذا الشأن، ويجب العناية بها، أن تتأكد أن مأمور الجمرك بنفسه هو الذي فتش، هو الذي تولد لدي حالة الاشتباه، رغم أن مساعدي مأمور الضبط القضائي لهم يفتشوا تحت إشرافه في التفتيش الإداري. لا، هو نفسه من تولد لدي حالة الاشتباه هو اللي يفتش. ني من ناحية التفتيش الإداري، والتفتيش الإداري ليس قاصراً فقط على التفتيش الجمركي، تفتيش في لو داخل السجن ده تفتيش إداري، داخل السجن بيفتشوه عشان يشوفوا معاه سلاح ولا لا، ده تفتيش إداري. أيضا بيبقى العساكر أو أي حد يقدر يلاقي معاه حاجة، ده تفتيش إداري. نيجي للاستيقاف بقى، تيجي في الجلسة تلاقي معظم القضايا ألقى مخدرات، أول ما شافنا ألقى إلى مثل هذه القضايا. وتلاقي رئيس المحكمة ساعات من الأمر واضح يقول يكتفي بمرافعة قصيرة من المحامي، لأن الأمر واضح. أتوقف على الاستيقاف، من هو ليس قبضا، وبالتالي ما إذا مهارة المحامي أن يثبت للمحكمة أنه قبض وأنه ليس مجرد استيقافا، ليس مجرد استيقاف، وأنه كان قبضا باطلا. وبالتالي ما تم من إلقاء كان ثمرة قبض باطل، أو أنه كان أمرا مصطنعا فهو لم يلقي ولا أي شيء. وأذكر أن محامي ده شاطر، كان عنده عدة قضايا استيقاف بواسطة ضابط معين، فاستطاع يجمع عدد قضايا ودخلهم في جلسة واحدة، نفس أسلوب الضابط في تصوير قضايا الاستيقاف واحد، ما أن شاهدنا حتى ألقى بلفافة على بعد كذا متر، فتتبعناها بنظرنا وجدناها، فتحناها وجدنا فيها حشيش. العبارات واحدة، وأنا استمعت إلى المحامي الجدع ده وهو يقول العبارات واحدة، وكلها خدت كلها براءة،
لأنه استطاع أن يثبت أنها عبارات مصطنعة إلى غير ذلك. طيب في مرة جالنا قضية، واحد الضابط جاله إخبارية إن العربية الفلانية دي جاية معاها مخدرات، ما جابش إذن نيابة، لا جاب إذن نيابة خلصنا، وإنما قال إن إحنا استوقفناها وفتشناها. فهو لما قبل ما يقول تفتشناها فتشنا العربية قال رمى حاجة عشان يخلي التفتيش صحيح ففتشناها. القضية خدت براءة لأنه استطاع الدفاع أن يثبت أن هذا الإلقاء كان كاذباً مصطنعاً، وأن ما تم بعد ذلك هذا الاستيقاف والإلقاء من تفتيش السيارة كان أثر حالة تلبس مصطنعة وبالتالي يكون مصنع. ومهارة المحامي في قضايا الاستيقاف هي أن يثبت أنه قبض أو أنه لم يحدث حالة الاستيقاف وأنما اصطنعه لكي يخفي عملية التفتيش الباطل أو القبض الباطل، ودي متوقفة على مهارة المحامي. وهنا فاتني، ولا عيب أن أقول فاتني وأنا بتكلم على واجبات المحامي، اللغة العربية وحسن التعبير وقوة التعبير ومنطق المحامي له دخل كبير جدا في إقناع المحكمة. هنا في هذه القضايا أنا عاوز حجة المحامي ومنطقه ومعرفته بعبارات محكمة النقد، وهي عبارات مضيئة وقوية جدا في مثل هذه القضايا، مثل خير العدالة أن يفلت مجرم من العقاب من أن تنتهك حريات الناس أو يقبض عليهم بدون وجه حق، إلى غير ذلك من عبارات فيها إجلال الحرية الشخصية. وكلما استطعت أن تكسب المحكمة وأن تكون المحكمة حارسا للحريات كلما استطعت أن تقنع. ليست مهارة المحامي في أن تتشاجر مع المحكمة، بالعكس لو حسيت المحكمة مش معك اكسبها، اكسبها بذوقك وبعباراتك وإنك أنت متجه إلى إنك أنت عارف إن المحكمة هي خير مدافع عن المتهم وخليها معاك. فدي متوقفة على مهارة منك أنت، لا ما تعاديش حد، اكسب الناس، اكس خليه ثقة زي اللي ابنه سقط في الامتحان يضربه قلمين. لا، أنت عشان ابنك سقط في الامتحان تقول له يا ابني أنا عارف إنك ذاكرت وتذاكر كويس وتشجعه وهم ما صححوش كويس وتديله ثقة بنفسه، إنما تكسر ثقته بنفسه وتضربه قلمين الولد حيخيب أكتر. فيجب تبقى حذر تجمع بين الاثنين إزاي، إنما ملء الإنسان بالثقة بنفسه يشجعه على أن يصل إلى الغاية التي تريدها له، مش إنك تتكسر في مقاديفه. فترة التأنيب تبقى بسيطة، بعد كده تجيب له أعذار حتى مش مضبوطة عشان يثق في نفسه أكتر، لأن عنصر الثقة في من تريد منه قرارا أو تريد منه نتيجة عنصر هام للغاية. ألجأ للنقطة الأخيرة وهي حول التفتيش في جسم الإنسان. تيجي في المرور تجد عربية خالفت قانون المرور، الراجل سكران أو مسطول واخد له حتة حشيش، ومعظم الحوادث كل السواقين مساطيل، بلاش نعمم
او عدد كبير منهم، خصوصا عربيات النقل بتاعت المقطورات بتاعت بالليل دي بيبقوا بساطيل ويخشوا غلط ويرتكبوا جرائم، وسواقين القطورة ولا بتوع اللي بيعملوا الحاجة ده بيسموه ايه، صنافير التحويلة، بيبقى مسطول. فكل الناس دي بيبقى مساطيل. تيجي انت كمحقق ويا بقى المتهم محامي تقول له نعمل غسيل معدة عشان نعمل نشوفك واخد حشيش ولا لا، يجي المتهم يقول مش رايح. هل يملك النيابة ولا يملك مأمور الضبط القضائي انه يجبره؟ قانون المرور بيقول يقدر بالوسائل الفنية يعرف الوسائل الفنية. في الحتة دي بقى قهر الإنسان على أن يمس أحد جسده غلط. أنا عارف كلامي ده مش هيعجب البعض، ولكن هو القانون. الوسائل الفنية اعمل عليه أشعة، اعمل حاجة، قوله استنى لما يتبول ويتحلل البول بتاعه، إنما قهره لكي يغسل معدته أو قهره لكي يتبول لله تعتبر اعتداء على حرمة الإنسان وحريته في سلامة بدنه أو جسده. هنا دي دقيقة جدا وبيترتب عليها نتائج عملية كثيرة تتوقف على مهارة المحامي في معرفة القانون وفي الوصول إلى النتيجة. الخلاصة أن المحاماة ليست علما. في ثلاث أركان في المحامي برأيي: أولا المعرفة القانونية، اثنين القدرة على الإقناع، ثلاثة الكونتاكت يعني القدرة على الاتصالات. المحامي اللي قاعد في بيته بس مش هتجيله قضايا ولا حد يعرفه، ولهذا لما بتروح تحضر اجتماعات ويبقى لك اتصالات وناس عارفاك دي مهمة جدا. المحامي يجب قاله، ولهذا دايما بلاقي محامين عندهم كروتا أو عد مساعده معاه كروتا، يجب يبقى منتشر وله معارف وله اتصالات. لو هو ما جاتلوش القضية ما حدش يعرفه، بيرجل المساعدين اللي هو بيكملوا دوره. وقدرته على الإقناع ما بتجيش بالعلم القانوني فقط، بتيجي بدراساته وثقافته غير القانونية. ولهذا المحامي الذي لا يعرف غير القانون فقط لا يصلح أن يكون محاميا. ترى علوم سياسية، ترى جغرافيا، ترى تاريخ، ترى دين. ولهذا في المرافعة على هلكات الدين لما تتمثل بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية في بعض الأحوال تكون مقنعة وتثير الانتباه واليقين القضائي. هنا يبقى إذن الإقناع يتطلب ثقافة غير قانونية. ما ليست الثقافة القانونية فقط، المنطق وقوة التعبير والقدرة على الجدل. يعني أنا شخصيا أحب اللي يعارضني أكتر من اللي يأيدني. ليه؟ أقول لك ليه. اللي بيعارضني إما أقدر أرد عليه وإما يقنعني فأخذ برأيه. لما تكون شخص مجرد ما أنتش متشبث برأيك يبقى تستمع للمعارض، فإما
انت ما يعجبكش رايه وتجد ان الاتجاه اللي انت ماشي فيه صح فتستمر عليه، واما يقنعك فتعدل عن رايك. يبقى اذا الاستماع للمعارض يفيد اكتر من الاستماع للمؤيد. المؤيد ما كتير بيؤيده، انما المعارض اما لو معارض بيتكلم بجد مش باي كلام يعني كده، فيبقى تستمع اليه الى انك قد تاخذ به. الخلاصه ان مهنه المحاماه هي اشباع لحق دستوري والحق في الاستعانه بمحام. انا جات لي قضيه ابطلت فيها اجراء حديث بقى مهم قوي، استجواب جه وكيل النيابه قال انا بعت للنقابه الفرعيه، المتهم قال ما عنديش محامي، بعت للنقابه الفرعيه اجيب له محامي لقيتها مقفوله. كويس، هنا عشان تبقى عارف حقوقك بقى، وكيل النيابه يجب الا يبدا التحقيق الا اذا اثبت اننا راينا البدء في التحقيق لانه سيترتب على التاخير فيه ضياع الادله. لو ما كتبش كده تبطل الاستجواب بشرط ان يكون الاستجواب في دليل. يعني لو هو مستمر في الانكار الاستجواب صح، لو في دليل اعترف انا حضور المحامي كان للهيلولة دون هذا الاعتراف الذي نكب المتهم سبيلا صعبا في تبرئته. وبالتالي طالما ان نتيجة الاستجواب وخيمة فإن عدم حضور محامي يبطل الاستجواب ما لم يثبت وكيل النيابة في محضره انه لذهاب العجله من ضياع الدليل اضطرب. لو ما كتبش كده المحامي ما ياخد باله يدفع ببطلان التحقيق ويقول السبب، لانه لو ما تمسكش بهذا البطلان راحت القضيه. فبالتالي المحامي الناصح اللي ذاكر قانون يمسك في الاستجواب ده ويشوف اولا أدى إلى النتيجة وهو الاعتراف عشان يبطل ولا لا. اثنين، أثبت النيابة وكيل النيابة المحقق ظرف الاستعجال ولا لا، وإذا أثبته ما عندوش غير المحامي يناقشه أمام المحكمة أنه لم يوجد هناك استعجال، إنما يبقى وكيل نيابة ناصح وأثبت ما يوجبه القانون. والخلاصة فإن المحاماة لما نقابة المحامين عاملة معهد المحاماة معاها حق، لأن بتبقى القضية واضحة. بيجي المحامي لو فاتوا حاجة أو ما قالهاش مضبوط بيضيع الدليل، وبالتالي فإن إنكم باعتباركم في أول طريق حياتكم مبسوط جدا انكم بالمحاضرات دي ليكم، وانا كبار المحامين بييجوا يحاضروكم من واقع خبرتهم او علمهم بهذه النتيجه. وانا شاكر للنقابه العامه على الفرصه اللي اتاحتها لي، وتحت امركم في توجيه الاسئله اذا اردت. شكرا.